يعني عبر القدرة الوطني حقيقة ما زال يعني تحدث حوادث المرور يعني أرقام وتحدث خسائر كبيرة في الأرواح وفي الممتلكات، إلا أنها هذه الأرقام في انخفاض، وهذا راجع إلى ما يقوم به يعني من مجهودات الدرك الوطني وكل الشركاء في الميدان يعني على مستوى الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني. عاينت وحدات أمن الطرقات خلال الفترة يعني الممتدة إلى غاية نوفمبر، يعني نهاية نوفمبر 2016 يعني 11 شهرا، ما عدده 13,565 حادث، خلف للأسف 3,073 حالة وفاة و 24,245 يعني حالة جريح. هذه خلال 11 شهر. نعم، هذه خلال 11 سنة شهر من السنة الجارية. إلا إذا قررنا هذه الفترة بنظيرتها من السنة الفارطة، نلاحظ كما أسلف وذكرت هناك انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 28.48%، وانخفاض في حالات الوفاة بنسبة 12.38%، وأزيد من 29% انخفاض بالنسبة لحالات الجروح.